أهلا بكم في تغطية اقتصادية جديدة من موقع صدى البلد حول أسعار الذهب والعملات الأجنبية، تابعونا. ونبدأ بأسعار الذهب، حيث شهدت ارتفاعا في الأسواق في مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين عائلة الذهب نحو 678 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين عائلة الذهب نحو 904 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين عائلة الذهب إلى 792 جنيها. أما جنيه الذهب فقد سجل 6363 جنيها. وإلى أسعار العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري للأسبوع الثالث على التوالي وحتى مستهل تعاملات اليوم الخميس دون أي تغيير على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية. وأعلن البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.60 جنيها للبيع و 18.42 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 21.85 جنيها للبيع و 21.64 جنيها للشراء. وأخيرا سجل سعر الريال السعودي 4.19 جنيها للبيع و 4.16 جنيها للشراء.